مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. امبارحة أقامت صبا شمعة حفلة كبيرة بالأردن بحضور عدد كبير من صديقاتها البنات، واللي من بينهم كانوا عدد كبير من اليوتيوبرز بمناسبة تخرجها، والأجواء كانت جدا خيالية. فشفنا كل من بيسان إسماعيل وروزا ورغدة من بين اليوتيوبرز البنات الحاضرين بالحفل. وتساءل الجميع عن سبب عدم تواجد قمر الطائي بالحفل رغم أنها كانت لساتها متواجدة بالأردن. فوضحت قمر سبب غيابها، واللي كان انشغالها بالتحضير لتوديعها للأردن وسفرتها وعودتها لتركيا. فصرحت أنها تواصلت مع صبا واعتذرت بسبب عدم تلبيتها لدعوتها وعدم حضور الحفل. فقمر الطائي كانت حديث الجمهور طيلة فترة تواجدها بالأردن بوقت حضورها لعرس ميكس وضحى وتصريحات مشكلتها مع السلاوي، ومؤخرا المشكلة اللي صارت بينها وبين اليوتيوبر الأردني منتصر الجلامدة واللي كانت بلايف على تيك توك. شفنا انفعال قمر ومغادرتها البت ووصف منتصر بالطفل. انت فزت عليك دولتين قبل. اسمع مصعة أطفال أطفال أطفال، لا يمزح ولا شيء. ليش ما حكمتي عليهم؟ خلي يولون. منتصر هذا مبشر أطفال. طبعا ما دحكي عن أحمد، أحمد ما دخله، ما حشيت على أحمد. أحمد صديقي ما عندي مشكلة وياه، بس ما أحب هذا لعب الجهال. وخلي يولون. وسوري بحر، يعني انت دعمت، سوري كفو انك دعمت، شكرا. بس جهال ما عندهم اخلاق ولا عندهم احترام. يمزحون ليش عصبتي؟ اللي يمزح يحترم، اوكي يمزحون انا ما عندي مشكلة. انا مو نفسية ولا ما امزح، بس اكشي اسمه يحترموني ويجابوني، صح ولا لا؟ وبالحديث عن مشكلة قمر والسلاوي، فمن بعد ما حكينا بالفيديو السابق عن حديث السلاوي عن قمر الطائي بلايف انستغرام مع أبوه، وكيف طلب أب السلاوي من السلاوي الاعتذار من قمر وإنهاء الخلاف اللي بينهم والصلح رسميا، ردت قمر الطائي عن هذا الموضوع بلايف على تيك توك بطريقة غير مباشرة ومن دون ذكر أسماء، من بعد إلحاح بعض من المتابعين بالتعليقات لإبداء رأيها بالموضوع. والظاهر أن قمر رفضت الصلح نهائيا حسب طريقة كلامها. أما ماريانا غريب فشاركت فيديو على يوتيوب وهي منهارة بالبكاء بسبب فقدانها لحسابها على انستغرام اللي تابعها فيه أزيد من 1,000,000 متابع، فتبنت حسابها الرسمي بشكل نهائي. فتحدثت بالفيديو عن السبب وطلبت من المتابعين دعمها بحسابها الجديد، فبتمنى من الكل يدعمها. أما بخصوص أنس وبيسان، فالكل عم ينتظر لقائهم والحديث عن إشاعات انفصالهم اللي طلعت قبل فترة، فلحد الآن ما تحدث الثنائي عن الحقيقة وسبب عدم تصويرهم مع بعض، وحتى ما عم بيجيبوا طاري بعض بستوريهاتهم. فأنس أثار الجدل بمشاركته لها الستوري اللي علق من خلالها بي: عندما لا تعرف كيف تصف شعورك أو تدافع عن نفسك في لحظة أو موقف ما، فاعلم أن لك قلبا بريئا لم يتعلم خبث الحياة. فالبعض ربط هذا الستوري بمشكلة بيسان وأنس، فشو رأيكم أنتو؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.